ففتحنا لك فتحا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. من جواهر المعاني في النص القرآني الكريم جوهرة اسم الله الحكيم. ورد ذكر اسم الله سبحانه وتعالى الحكيم جل جلاله في القرآن الكريم في حوالي 94 موضع في القرآن الكريم، منها قول الله تعالى في سورة البقرة: والله عزيز حكيم. أصل مادة الكلمة في اللغة العربية حكمة تدل على المنع. أصل مادة حكمة تدل في اللغة العربية على المنع، ومنها كلمة الحكم وهو القضاء. ليه تسمى كده؟ لأنه يمنع من الظلم. ومنه أيضا الحكمة، وهي عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. سميت بذلك لأنها تمنع صاحبها من الجهل. وأما عن معنى الحكيم في حقه جل وعلا، هو سبحانه وتعالى من له كمال الحكمة. كمال الحكمة سواء بقى كانت في الخلق بهذه الصورة، إيجاد الخلق أصلا، وإنه الخلق يكونوا على هذه الصورة وتلك الشاكلة، وهذا الخلق العجيب، وفي التدبير وفي شرع الله سبحانه وتعالى وأمره ونهيه سبحانه وتعالى. فهو عز وجل ذو الحكمة المحكم في إيجاد الأشياء على غاية الإحكام والإتقان. إيجاد الأشياء على غاية الإحكام والإتقان. حتى الإمام ابن كثير رضي الله عنه يقول في تعريف الحكيم: الحكيم في أفعاله وأقواله، فيضع الأشياء في محالها لعلمه وحكمته وعدله جل جلال الله. فحكمته تعالى قائمة على العلم والعدل والقسط. لذلك قال الله تعالى حكاية على لسان سيدنا هود عليه السلام: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يعني هو سبحانه وتعالى صاحب الحكمة التامة، الحكمة التامة القائمة على أساس العلم والحق والعدل. سبحانه الذي وسعت حكمته كل شيء، ما فيش مخلوق يخرج عن حكمته، فلا يخرج عنها مخلوق. سبحانه وتعالى ما خلق شيئا إلا لحكمة، ولا قدر أمر إلا لحكمة. وحكمته سبحانه وتعالى المطلقة تتعلق بالخير المطلق. ولو إحنا الحقيقة فهمنا هذا المعنى،
أرحنا واسترحنا، أرحنا أنفسنا من كتير من الاعتراضات والتساؤلات اللي في كتير من الأوقات ما بتكونش في مكانها. ليه؟ لأنه مثلا بتلاقي الناس يقولك فلان ده ليه، فلان ده عقيم، يا حرام ده ما عندوش أولاد، وتلاقي الناس بقى يعني وليه فلان ده غني وليه التاني ده فقير، ليه فلان ده مات صغير في السن. كل ده لازم لما نتعامل مع الحاجات دي، حتى لما تعترضنا في رحلتنا في الدنيا مثل هذه التساؤلات، ليه ربنا خلق الناس على هذه الأشكال المتنوعة والمختلفة في حتى أصباغ الجلد، في الهيئات وفي الأشكال سبحانه وتعالى. كل شيء بدل ما أقعد أشغل نفسي أقول ليه، أقول لا، لحكمة بالغة. كل ما تراه في الوجود سواء يعجبك أو ما مش عجبك، هو من حكمة الحكيم سبحانه وتعالى، وكل حاجة في مكانها، وكل حاجة مخلوقة على أكمل وجه. النملة المخلوقة بالشكل ده على أكمل وجه، والفيل الضخم بالحجم ده في الكون ده على أكمل وجه، وانت في نفسك لو بصيت في خلق الله لك أيها الإنسان فكلك عجائب، وكل حاجة فيك بحكمة الله، وكل حاجة فيك معمولة بدقة بالغة. السائل، الدماء، الدم بتاعك موزون بعناصر معينة، كل حاجة فيها بنسب معينة، مفيش نسبة أعلى من نسبة، لأنه لو حصل اضطراب يبقى فيه اختلال. إنما خلقك الله سبحانه وتعالى في أكمل وأجمل وأبهى صورة بمنتهى بكمال الدقة سبحانه وتعالى الحكيم، حكمة بالغة. ما تراه في الوجود كله إنما هو إرادة الله الحكيم. كل شيء ربنا أراده وقع، وإرادته سبحانه وتعالى متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته سبحانه وتعالى متعلقة بالخير المطلق. فأنا مش هتعب، مش أكثر من التساؤلات وبقول ليه ومش ليه، وده ظلم اللي حصل فيا، وفقدت ابني وفقدت أخ وفقدت، وليه ده فلان ما عندوش وليه ده فلان عنده. استسلم لأقدار الحكيم، لأن كل اللي انت فيه خير، كل شيء بتشوفه في الدنيا تقول حكمة بالغة كما قال الله تعالى. لذا فمن عرف أن الله تعالى هو الحكيم أدرك إنه ما خلق الخلق عبثا، حتى في إيجاد الخلق. ودي نقطة مهمة، لأنه المبدأ بتاع الإنسان لما يكون متزن وعلى قدر كبير من الفهم، يبقى فاهم الآخرة بتاعته هتكون فين، مشواره ده هينتهي لإيه. فربنا أوجدك لما خلقك، لم يخلقك الحكيم سبحانه وتعالى عبثا، إنما خلق الخلق لحكمة. قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا، أنت مخلوق لحكمة. الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وحترجع في نهاية المطاف إلى الله تعود، فيكون الحساب ويكون الثواب والعقاب بناء على ما قدم الإنسان في دنياه. من عرف أن الله تعالى هو الحكيم، فهو سبحانه وتعالى يحكم في عباده بقضائه وقدره على وفق ما تقتضيه الحكمة الإلهية. قال تعالى حكمة بالغة. مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى وهو العاطي المانع، هو يعطي العباد، هو يمنع العباد، هو يبسط في الرزق، هو يقدر في الرزق، إذا وسع إذا ضيق، لحكمة تامة، لحكمة تامة. قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. يعني من عرف ذلك تلقى أقدار الله بالتسليم التام. مش هنتعب في حياتنا، مش هنقعد نأجل ونسوف، ومش هنقعد نبكي على اللي فات، ولا هنقعد حزانة على الشيء اللي فقدناه أو الشيء اللي ما حصلناش عليه. لا، ربنا يقيمك هنا انت راضي، ربنا يقيمك هناك انت راضي، ربنا يمنعك شيء أو يديك شيء تاني، يعني يمنعك شيء انت عايزه ويديك شيء آخر
انت راضي، لازم تكون راضي، لانه الاصل لا اختيار للعبد مع مولاه، لانه هو الحكيم سبحانه وتعالى اللي له كمال العلم والحكمه، فلا يصرف لك من الاقدار الا اللي فيه خير ليك وصالح ليك وفي صلاحك. الناس ما بتصبرش، الناس لا تصبر لغفلتها عن أنه الحكيم العليم العدل الرحمن الرحيم الكريم، ما بتصبرش في تلقي الأقدار الإلهية لغفلة الناس إنه هو سبحانه وتعالى المعطي والمانع حقيقة، وهو الضار النافع حقيقة، ما ضر سبحانه مخلوق إلا لينفعه، لأنه الحكيم. عجلة الإنسان في تلقي الأقدار ويحكم عليها بسرعة، وأنا اتظلمت وده ظلم، وتجد البعض يقول للرب وهو الحكيم أنا اتظلمت، أنا ده ظلم يا رب، أتقاضي الحكيم؟ وتقول له هذا ظلم يا الله، كيف عرفت أنه الله الحكيم ثم تقول له ده ظلم يا رب؟ لا، تلقى هذه الأقدار بتمام الرضا، ولا تتلقى الأقدار بعدم الرضا بما قسم الله تعالى. ليه؟ لأن لما بتتلقاها بعدم الرضا، منشأ عدم الرضا إيه؟ إنه بيؤلم ذلك الإنسان المنع، ما خدش الحاجة اللي عايزها، فلما ما خدش الحاجة اللي عايزها وما وصلش للشيء اللي عايزه، ولما منع من الشيء اللي هو حبه، انشغل في وجعه ده، يشغله الألم والزعل عن إن لله حكمة فيما منع، لله حكمة في منعه، وتشغل عما فيه هذه الحكمة من عطاء ورحمة. لو إن العبد صبر لعرف إنه بيحب الشيء اللي بيضره، لو صبر وامتثل ورضي بما قسم الله والتزم بما أمر الله في فعل ما أمر بفعل ما أمر، وإنك تبعد نفسك عما نهاك عنه، لو أنت في لحظة ضيق، لو أنت في لحظة فقد، لو أنت في لحظة حرمان، لو أنت في أي لحظة قاسية عليك في الدنيا، تلقيت هذه الأقدار بعين الرضا، فسترى حكمة الحكيم في هذا المنع، وسترى عطاء الحكيم لك في هذا المنع، سترى هذه الحكمة بوضوح، عطاء الحكيم سبحانه وتعالى كله رحمة، عطاء الحكيم ظاهر في المنع، ورحمة الحكيم ظاهرة في المنع، زي ما هي ظاهرة في العطاء وظاهرة في كل ما يصرفه للإنسان. لو صبرت وأخذت الأقدار بنفسية الراضي المؤمن، هتشوف إن المنع كان عين العطاء، الشيء اللي أنت شايفه ده اتمنع منك ده عين العطاء اللي ربنا ادهولك. فرض بما قسم الله الحكيم العليم، ولما ترضى بما قسم يرزقك الحكيم باب الفهم عنه، تفهم ليه منعك ما تريد، وأعطاك بحكمته وعلمه وعدله ما أراد. شوف في قصة أم موسى عليهما السلام، أم موسى بوحي من الله وضعت الطفل الضعيف في هذا الصندوق اللي مش مؤمن تأمين كامل، لكن في ثقة في الله سبحانه وتعالى. ظاهر الفعل إنها حرمت ابنها موسى عليه السلام، لكن لو هو كان معاها لذبحه فرعون كما كان يذبح الأطفال في ذلك الزمان، لكن سلب منها موسى بهذه الطريقة، فكان ده في ظاهر الأمر منع، لكن حقيقته عطاء، إنه حافظ، إنه حفظ موسى عليه السلام، وربنا رجعه لها مرة تانية لترضعه وتهنأ به، وتربى في قصر عدوه بحكمة الله سبحانه وتعالى. في بداية الأمر أم سيدنا موسى منعت موسى، لكن منعت لعطاء في هذا المنع مستتر، وهذا هو المنع الذي هو عين العطاء. فكل أفعال الله حكمة، وكل عطاءات الله حكمة، وكل منع الله حكمة، وإذا ده مش مكفيك تدبر في الكون كله، حكمة الله فيه سارية، والتوحيد كل الخلق موحد بالله، الكون كله ناطق بالتوحيد للحكيم جل في علاه. المهم انت عبد لله على كل حال، بقلب راض على جميع ما حكم به وقدر،
المهم إن يكون شغلك الشاغل أن تظل في عبوديتك لله سبحانه وتعالى على كل حال في السراء والضراء، لأن كل شيء منطلقه حكمة بالغة، حكمة الله الحكيم. إنك تكون إنسان حكيم على قدر الطاقة البشرية أمر مطلوب، وده من آثار ومن حظ العبد من اسم الله الحكيم، إنه يسعى أن يكون حكيما في أقواله وأفعاله. الحكمة من أفضل الهبات والعطايا، ومن صاحبها أوتي خيرا كثيرا كما قال الله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الإمام الفخر الرازي في بيان معنى أو تعريف الحكمة عن تفسير هذه الآية الكريمة فبيقول: أما الحكمة بمعنى فعل الصواب سواء في الكلام أو في الفعل. وبيقول كمان الإمام الرازي: وأن الحكمة تعني أنها التخلق بأخلاق الله بقدر الطاقة البشرية، حتى تخلق بأخلاق الله على قدر الطاقة البشرية لما تتعرف وتعرف ربك، وانت بتعرفه من أسمائه الحسنى وصفاته العليا، وانت لما بتتخلق بالكمالات الإلهية على قدر الطاقة البشرية بتكون إنسان موفق في كل أطوار الحياة، في كل أطوار حياتك اللي انت بتعيشها، لأن الإنسان بيوفق إلى الصالحات من الأعمال، بيكون دائما أبدا على الصفة والهيئة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى. كل ما أمر الله به يأتيه، وكل ما نهى الله عنه يبعد عنه. كل ما تعمل كده كل ما أنت أقرب إلى الحكمة على قدر طاقتك البشرية. الإنسان الحكيم هو اللي بيتنزه عن فعل ما لا ينبغي، وهو اللي بيفعل ما ينبغي بالقدر الذي ينبغي، في الوقت الذي ينبغي، وبالمكان الذي ينبغي، في كل المواقف والحوادث. إذا طبق العبد ما أمره الله تعالى به، كل الأوامر الإلهية في القرآن الكريم اللي ربنا وصفه بأنه الحكيم كذلك، ستقطف ثمار الحكمة. كل ما تطبق وتكون ملتزم بهذه الأحكام الربانية تكون على هيئة طيبة، يبقى التوفيق مصاحب ليك في كل حركاتك وكل سكناتك، وربنا سبحانه وتعالى يفتح لك فتوح غالية وعظيمة وكثيرة ومتنوعة ويدوقها للعبد. ولأن الحكمة عطية غالية فقد دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم، دعا بالحكمة لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الحكمة. فصار سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. ومعلوم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختار من الدعاء إلا أفضل الدعاء وأحسن الدعاء وأجمع الدعاء. ينفع أدعي لنفسي إني أكون من أهل الحكمة؟ ينفع تدعي لنفسك ولأولادك إن يوفقوا لأن يكونوا ويرزقوا الحكمة في كل شيء، في الأقوال والأفعال. وأختم مع حضرتكم بدعاء الله تعالى باسمه الحكيم. فقد ورد إن النبي عليه الصلاة والسلام علم لأحد من أصحابه الذكر والدعاء باسم الله الحكيم، كما هو ورد في الصحيح عن مصعب ابن سعد، عن مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: علمني كلاما أقوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فقال الأعرابي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهؤلاء لربي فماذا لي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. اللهم آمين. Thank you.
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقاً أصابني، فقال: قل: اللهم غارت النجوم وهدأت العيون، وأنت حي قيوم، لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم أهدئ ليلي وأنم عيني. فقلتها فأذهب الله عز وجل عني ما كنت أجد. أهلاً وسهلاً بحضراتكم. ننوه على صفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، ده اسم صفحتنا. وبسرعة ناخد التليفونات. أستاذة أسماء. ألو. أهلاً وسهلاً. ازيك يا دكتورة نادية؟ أهلاً أهلاً يا أستاذة أسماء. كل سنة حضرتك طيبة. وحضرتك طيبة وبألف خير وسلام يا رب. لو سمحتي يا دكتورة، كان عندي سؤال لحضرتك. اتفضلي. أنا ابني عنده 4 سنين ونص. اسمه عبد الله، عنده 4 سنين ونص. بيشتم شتايم مش كويسه، وبيقعد يضربني الا ادب عليا جامد، وبيبهدلني، ممكن يشتم الفاظ يعني الواحد يخزى. الاربع سنين ده بيعمل كل العمايل دي؟ يا خبر ابيض. لا، وانتوا في البيت وانتوا في البيت بتشتموا؟ لا. امال جايب الكلام ده منين؟ مش عارفه، هو بيلقطها من الشارع، الشتايم ديت بيلقطها. ممكن يعني لو ابوه قال لي كلمه في لحظه غضب، الكلمه تدمها معلقه معاه، يقولها لي يردها. ايوه اكيد بيسمع في البيت حاجه، ما هو مش اكيد كله الشارع، اكيد بيسمع. اكيد بيسمع في البيت حاجه. وبيرددها لما بيسمع حاجه في البيت، بيقعد يرددها برضه. تمام. وممكن اي حاجه في ايديه يوقعها يكسرها، ممكن يخبطني باي حاجه في ايديه، كوبايه. وانت رد فعلك ايه بقى؟ وانت رد فعلك بضربه. طيب انا بضربه جامد، وممكن اجيب، ممكن انا انضرب من ابوه بسبب ضربه، بسبب ضربي ليه. انا مش عارفه اعمل ايه، انا مش عارفه اوصل معاه لاي حل خالص. طيب يا اسماء، حاضر. معانا تمارا. ام تمارا. الو. اهلا يا ست الكل، اتفضلي يا فندم. لو سمحت، بس انا كنت عايزه استشير حضرتك في حاجه. اتفضلي. انا ولدت قبل رمضان اللي فات. تمام. فصمت، كنت صمت، قعدت صيام رمضان 30 يوم كلهم. تمام. فهو ناقص لي لسه 7 ايام، فهل عليا رمضان ده عليا افطار صايم ولا لا، ولا قضاء بس؟ طيب انت دلوقتي اللي ناقص لك فيما مضى 7 ايام. تمام. وانت عادي بقى رمضان ده بتصومي بقى؟ رمضان ده بصوم. حاضر. ما عنديش اي ظروف صحيه او اي حاجه. ربنا ان شاء الله يعينك. شكرا يا ام تمارا. يا استاذه هبه بسرعه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. دكتور، هسال سؤال سريع كده. مش فضل. المفروض ان الشياطين ما بتكونش موجوده في رمضان وكده؟ حاضر. طب ليه بقى دماغنا على طول شغاله بافكار وحشه، وانا على طول بسمع في شقتي اصوات غريبه، وانا مش عايزه يعني اسيب نفسي للاصوات دي، اعمل ايه؟ انت متجوزه ولا قاعده لوحدك؟ انا في شقتي متجوزه. معاكي اولاد؟ معايا طفل. معاكي طفل؟ طب وانت في بيت اهلك كنت بتسمعي الكلام ده؟ لا بصي حضرتك، احنا فوق انا مني للسطح على طول. وفي مع سوري يعني عندنا فراخ فوق على السطح. فانا جوزي بيقول لي لا ده من صوت الفراخ، وانا على طول بسمع صوت حاجات تتجر كده بالليل. طيب انا مش عايزه اسيب نفسي للوسواس ده. لكن يعني قبل كده ما كانش بتحسي؟ لا ما كانش في حاجه. تمام. يعني اعمل ايه بقى؟ بتصلي، بتجيبي اذكارك، كل حاجه. طيب يا هبه حاضر، هنطلع لكتاب يا استاذ ابراهيم، هنطلع لكتابنا كتاب قلوب عامره، وبعد الكتاب ان شاء الله ربنا يبارك نلحق نجاوب الاسئله ان شاء الله. قامت في الاساس فعلا على طريقه التلقين، وده بيجي من خلال انه بيقرا، فبيبقى فيه بعض الاخطاء، فبنصحح الاخطاء ونذكر بالقاعده. طفل معاك انت طالما بتحببه في الامر بيستجيب بسرعه جميله، لان القران ميسر للذاكره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم أمين. أهلا وسهلا بكل المشاهدين الكرام في فقرتنا، فقرة كتاب قلوب عامرة. النهاردة هنبدأ نصحح في سورة التكوير، وحنصحح لحد الآية 14. نستسمح حضراتكم بإحضار المصاحف للمتابعة معنا مع حبايبي الحلوين، يلا بينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت. إذا الشمس كورت. جميل. وإذا النجوم انكدرت. وإذا النجوم انكدرت. وإذا الجبال سيرت. وإذا الجبال سيرت. وإذا العشار عطلت. وإذا العشار عطلت. وإذا الوحوش حشرت. وإذا الوحوش حشرت. وإذا البحار سجرت. وإذا البحار سجرت. وإذا النفوس زوجت. وإذا النفوس زوجت. وإذا الموءودة سئلت. وإذا الموءودة سئلت. بأي ذنب قتلت. بأي ذنب قتلت. أقدر أقف على رأس الآية، وإحنا بنقف على رؤوس الآية لأن دي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا الموءودة سئلت. وإذا الموءودة سئلت. بأي ذنب قتلت. بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت. وإذا الصحف نشرت. وإذا السماء كشطت. وإذا السماء كشطت. مديت السماء كام أنا حنين؟ أربع حركات. ليه؟ عشان الماء في همزة بعد إيه؟ بعد حرف المد. وهما في كلمة؟ يبقى أنا عندي حرف المد، حروف المد ألف واو ياء، إذا جه وراها همزة في نفس الكلمة مد واجب كام؟ أربع حركات. أربع حركات. وإذا السماء كشطت. وإذا السماء كشطت. 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 أيوة. وإذا الجحيم سعرت. وإذا الجحيم سعرت. وإذا الجنة أزلفت. وإذا الجنة أزلفت. ليه أنا عملت غنة في الجنة؟ هي أدب. عشان ده من حكم الميم والنون المشددتين. حكم أقول أجاوب كده زي ما أدم جاوب. حكم النون والميم المشددتين إيه؟ إن أنا بغن. بغن. الميم والنون من حروف، دول حرفين اللي بيتغنوا لما بيكونوا عليهم شدة. والشدة يعني إيه؟ لما لقي حرف عليه شدة يعني عبارة عن إيه؟ حرف واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا عبارة عن إيه؟ هي أنس. حرف واحد بس بغن عليك، بعد عليك كتير. لا لا لا، لا ممكن أقوله؟ ها؟ هو حرفين. واحد ساكن واحد متحرك. حنين. حرف ساكن وحرف عليه الحركة اللي فتحة وكسرة. نعبر صح. طب ايه يا سادة؟
حرفين اللي عليهم واحدة مشكلة بالسكون وواحدة مشكلة بالتشكيل. أي حركة بقى سواء أي حركة سواء فتحة ضمة أو بس قصر. هي عندك هنا هتعرف. بس هي عندي هنا الشد عليها إيه؟ أنهي واحدة؟ الجنة عليها فتحة عليها شدة فتحة. إيه الحكم بتاعها؟ إيه الحرف المشدد؟ النون. مشدد يعني عبارة عن إيه؟ حرف واحد ولا اتنين؟ اتنين، واحد ساكن واحد متحرك. جميل، وهسقف لأول واحد آدم لأنه قالها مظبوط، عشان كده قلنا وإذا الجنة أزلفت. وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. علمت نفس ما أحضرت. مين هيقرأ؟ هناخد واحد وهنكمل الحلقة الجاية. يلا يا آدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت. الهمس. كورت. أيوة. وإذا النجوم انكدرت. ماشي نمشيها. حاضر. وإذا الجبال سيرت. أيوة. وإذا العشار عطلت. لا طاء. عطلت. جميل. وإذا الوحوش حشرت. احنا قلنا الهمس انا بجري لازم شوية نفس وانا بنطق الحرف المهموس. ليه؟ سنة النفس دي اللي بتطلع مع نطقي للحرف عشان يبان، وهكذا في كل ايه حروف الهمس اللي احنا سواء في منتصف الكلمه الساكنه او اللي انا هقف عليها لان انا بقف على ساكن. واذا النفوس زوجت. طب يا شيخ ادم مش احنا عندنا غنه ولا ما عندناش؟ ايوه. طب ليه عندنا غنه يا شيخ ادم؟ علشان دوت حرف نون من احكام النون الساكنه لا دي مش نون ساكنه خالص، مشدده. النون والنون المشددتين. ايوه كده. ايوه كده اظبط على طول. يلا. وإذا النفوس زوجت. لا ارجع تاني. وإذا النفوس زوجت. فين الهمس؟ زوجت. أيوة. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. أنا عندي هنا إقلاب. بأي ذنب قتلت. الإقلاب هنا فين؟ ذا. هتشوفوا هنا قدامكم مع حضراتكم في المصاحف في ذا نون ساكنة ولا متحركة؟ النون دي ساكنة ولا متحركة؟ عبد الله ساكنة. الحرف الساكن عموما بقول ساكن. أنا لما بقول نا ني نو يبقى أنا حركت بقي بالفتحة أو حركته بالكسرة أو حركته بالضمة. لما ما يبقاش عليه أي حركة لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة أقول عليه إيه؟ أقول عليه ساكن. ساكن يعني اللي ما عليهوش فتحة ولا ضمة ولا كسرة. خلاص؟ طيب يبقى أنا عندي هنا ده النون الساكنة من ضمن أحكام النون الساكنة. لو جه وراها به نقلب النون إيه؟ نقلب النون إيه يا عبد الله؟ إقلاب. بنعمل إقلاب بقلبها إيه؟ ميم وبنطق عشان كده انت عندك قدامك ايه؟ ميم. عشان كده بقلبها الى ميم. وميم وراها به هتبقى ذا ذا ذا. تمام؟ يبقى انا عندي هنا بأي ذنب قتلت. بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت. وإذا السماء كشطت. وإذا السماء كشطت. أيوة كشطت. وإذا الجحيم سعرت. وإذا الجنة أزلفت. علمت نفس ما لا 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 اقصر ما أخ
دارت، صدق الله العظيم. هنكمل تصحيحها الحلقة الجاية، واحد واحد حيقرا، كل واحد منكم حيقرا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم آمين. بحضرتكم أسماء، ابنها 4 سنين بيشتمها وبيتطول عليها، وبعدين أنا ما سألتها في البيت، في قالت لا ده من الشارع، بعد كده قالت لا الزوج أحيانا بيتهور بلسانه فبيقول بعض الألفاظ، فهو طبعا بياخدها وبتدي يتصرف التصرفات اللي مش مظبوط. يا أسماء، 4 سنين، الطفل ده بيبقى عامل زي الإسفنج، شوف انت ما بتحطي أي حاجة بيمتص كل شيء، وبعد كده يطلع ينضح باللي امتصه اللي اكتسبه. أنا النهاردة لما يسمع أن أنا بتشتم كأمه، والعنف هو الشيء الأساسي في البيت، والتلفظ بالألفاظ النابية، حتى يعني لو أن في ألفاظ بيسمعها من بره، هو في البيت ما بيسمعش إلا كل خير، هو من نفسه ينتقد اللي بيسمعه من بره وما يقبلوش بسهورة، فالبيت هو الأساس. وكما قال أهل العلم إنه إياك أن تستسب ولدك أو تشتمه، فإن ذلك يجرئه على النطق بمثله مع إخوانه بل ومعك. يعني أنت كأب أو أم لما يسمعني بشتم خلاص هيجرأني إنه ده أبويا بيعمل ده، أمي بتعمل ده، فأبتدي أعمل نفسه مع الأب ومع الأم. فلازم إحنا نتعدل الأول ونظبط نفسنا على الصراط فيما نقول، على الصراط المستقيم فيما نقول وفيما نفعل، عشان هو لا يتلقى منكم إلا كل خير يا أسماء. ولازم يبقى فيه صبر في التعامل مع الطفل، إمتى أعاقب وما يبقاش الضرب الأساس. يعني الرفق ما كان رفقه في شيء إلا زانه، وما نزع منه إلا شانه. هو عمال يسمع زعيق وشتيمة طول النهار، هيعمل إيه؟ يقلد، ما هو بيكتسب، هو طول ما هو قاعد بيكتسب في السن الصغيرة دي. فأسأل الله سبحانه وتعالى إنك تعاني وتسألي ربنا إنك يعينك على حسن تربيتي، وتتفاهمي مع الزوج ان احنا بلاش الغلط والالفاظ اللي مش مظبوطه داخل البيت، عشان لا يسمع منكم الا كل طيب، وتبعدوا ودانه وعينيه عن كل ما هو قبيح من القول ومن الفعل. الموضوع ذاته خلاص بقى خارج السيطره بتاعتي، لا مانع ان ارجع لمتخصص في تعديل السلوك بحيث يساعدك على انك تاخدي بايديه، وربنا يصلح الاحوال ويجعله ذريه صالحه ان شاء الله. ست ام تمارة كانت ولدت في رمضان الماضي، وبعدين بعد رمضان قضت الأيام اللي عليها كلها، ولكن هي بتقول ناقص 7 أيام، فأنا حكمي إيه؟ اللي عليكي الأيام المتبقية اللي أفطرتيها بسبب العذر يبقى القضاء فقط على مذهب الأحناف، ما فيش إطعام ولا حاجة. أنت قضيتي أغلب الشهر، ولكن بقى 7 أيام، اللي عليك 7 أيام دول تقضيهم على مذهب السادة الأحناف. وقولهم دقيق ولهم سند فيه. أستاذة هبة بتتكلم على أنه الشياطين المفترض في رمضان بتبقى مصفدة، ولكن هي بتقول بسمع الصوت مش كويسة وحشة، يعني بتخاف. صحيح انه مع اول ليله، مع دخول اول ليله في الشهر الكريم بتصفد جميع الشياطين والمرض منهم، وده اعانه من الله سبحانه وتعالى للعباد عشان يعانوا في الشهر الكريم، وبالذات اهل التوفيق بقى اللي هم ملتزمين باداب واحكام الصيام على الوجه المامور به.
فانت دلوقتي شاكه انه في شيء انت بتسمعيه، ممكن يكون ده نوع من الوساوس وما يكونش في شيء زي ما انت متصوره. التزم بالتحصينات اذكار الصباح واذكار المساء، ولو زاد الامر بصوره زياده لازم ارجع لطبيب، لانه هيبقى في الحاله دي وسوسه، ان الانسان بقى بيسمع حاجات مع نفسه وتبقاش هي موجوده على الحقيقه، فربما بيحتاج الى متخصص يعينه. بس انت بس خدي الامور بهدوء، واذكار الصباح واذكار المساء، وانا ممكن اكون بصلي وبعمل من الاذكار لكن بقلب لاهن، لازم اصلي بقلب حاضر، ابقى مركزه بقول ايه، اذكر بقلب حاضر، اتحصن بالله بقلب حاضر، وربنا ان شاء الله يحفظك ويحميكي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم يا الله يا حكيم، يا الله يا حكيم، يا الله يا حكيم، نسألك أن ترزقنا الحكمة، فإنه من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. أستودعكم عناية الرحمن الرحيم. اللهم